السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة، وجوابا عن رسالة توصل بها طاقم البرنامج حول من هم شرفاء رجال أحمر. نترككم مع الدكتور طيب كريبان الذي فصل في هذه المسألة ومن هم. هم الشرفاء، كيف ذلك؟ حتى رجال أحمر هما اصلا راهم من الفاتحين. الناس كيقول لك رجال احمر شرفة، منين جاتهم هذه القضيه ديال الشرف؟ هما اصلا من الصحابه رضي الله عنهم، ومن جيل التابعين، جيل التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، كانوا فاتحين، جاءوا من منطقه العربيه، وجاءوا مرورا من المدينه المنوره ومكه المكرمه الى ان مروا عبر البحر الاحمر، ثم مصر العربيه، ثم ليبيا، ثم تونس، ثم الجزائر، ثم استقروا بالمغرب، ومجاو منطقه ديال ليسوفيا واسفي، ومنطقه كتسمى اهل احمر. وتما كاين واحد الولي صالح اسمه سيدي شيكر، المسمى بسيد شاكر، وهو من الفاتحين اللي كان مع سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه. وهذو كلهم كيتسموا شرفة لأنهم كانوا من الأوائل الذين آتوا بالإسلام وحافظوا على القرآن وجاءوا به، ما جابوش ببضائع صينية يبيعونها لكي يشتروا بها ويربحوا أموال ونقود، وخا هذا أمر مشروع، لكن كانت همتهم أعلى، جاءوا بالقرآن، وجاءوا بالسنة المطهرة، وجاءوا بالقيم الرفيعة، وجاءوا يفتحون الأراضي والقلوب. وهذا رجال أحمر هم استقروا في المنطقة ديال ليسوفيا والمنطقة ديال آسفي وما حوله، وحول مراكش، جهة مراكش تنسيفت آسفي، هذه تما كيتسمى رجال أحمر. فتحية ورحم الله الجميع.